السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة أبو الصحاب سات. وحلقة موضوع النهاردة جايب لحضراتكم بجد القناة الجميلة والرائعة التي تقدم أجمل محتوى جديد. أنا مش هجيب لحضرتك أي قناة وهقول لك القناة دي حلوة إلا لما أكون متابعها عشان أعرف المحتوى اللي بتقدمه. طب جديد، طب قديم، طب صورة القناة حلوة، طب إيه النظام بالظبط؟ القناة محترمة جدا جدا وبتقدم محتوى جيد على نايلسات. المهم حضراتكم عشان ما أطولش عليكم هدخل دلوقتي على تفاصيل حلقتنا النهاردة وهنعرف مع بعض إيه هو تردد القناة اللي هيكون بسم الله الرحمن الرحيم 11. بس في البداية بتمنى من حضرتك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، اللايك بتاع حضرتك هو اللي بيخليني أستمر وأقدم لك كل جديد. وما تنساش كمان تساهم بنشر هذا الفيديو علشان يوصل لكل حبايبنا وكل اصحابنا، زي ما حضرتك وصل لك الفيديو وعملت لايك عليه وصليت على رسول الله في التعليقات، اعمل شير لغيرك علشان كمان يستفاد. تردد هيكون 11340، اكتبوا زي ما انا كاتبه كده 11340 على معدل ترميز 27500. هنيجي هنا للاستقطاب وركز قوي، اللي هيكون حرف الفي، مش هيكون اتش يا جماعة، حرف الفي او عمودي او كلمة اسمها رأسي. علشان تعرف انت ماشي صح ولا غلط هتلاقي 10 قنوات تم ظهورهم على هذا التردد. بصوا حضراتكم، اي عدد للقنوات بنكتبه لحضراتكم على اي تردد انا بجيب لك العدد اللي بيتم ظهوره على جهاز اتش دي مش جهاز قديم، لان لو جهاز قديم التردد ده مش هيجيب اصلا اشارة، او ممكن يجيب اشارة لكن ما يجيبش قنوات. تمام حضراتكم، لان صورة القناة هتكون اتش دي فلازم جهاز عالي الجودة. هنروح دلوقتي مع بعض عشان نعرف ايه هي القناة الممتازة والجميلة اللي هيتم ظهورها تحت هذا الاسم زي ما واضح دلوقتي قدام حضراتكم. بجد القناة دي اوعى تفوتها، خليها عندك ممتازة جدا جدا. قبل ما اختم حلقتنا النهاردة في نصيحة بحب اقولها دايما لكل اخواتي وكل حبايبي لوجه الله تعالى، الا تجعلهم المشاهدة يا اصدقائي تلهيكم عن الصلاة وعن ذكر الله وعن العبادة وعن حياتكم اليومية. دائما انتبه لنفسك ونظم وقتك وخلي دايما كل حاجة في حياتكم يكون لها وقتها. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.